وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا في نشرة الثامنة، ولو تحدثنا عن أهمية بيان التحالف الدولي للمنظمات الحقوقية في هذا المحفل الدولي وأبرز ما جاء فيه. أهلا بك أستاذي وبالسادة المشاهدين. مرحبا. طبعا تأتي أهمية هذه الإشادة من قبل تحالف دولي حقوقي، معني بحقوق الإنسان في الوطن العربي، ومن منظمات تحمل المركز الاستشاري في الأمم المتحدة، في أهم محفل دولي تابع للأمم المتحدة وأمام أكثر من 190 دولة عضو بالأمم المتحدة، اللي تعبر عن المكانة الكبيرة حقيقة التي تحظى بها مسيرة السلام والتسامح في البحرين، وللإشادة بتجربة مملكة البحرين برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، واعتبارها نموذجا حضاريا للسلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك. البيان كذلك سلط الضوء على ضرورة الاسترشاد بالتجربة الرائدة لمملكة البحرين في تحقيق السلام والتسامح والتعايش الإنساني، وجعل البحرين مركزا عالميا لتحقيق السلام والتسامح بالعالم، كما أشاد بالتزام الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين. البيان كذلك سلط الضوء على أهم الإنجازات المعنية بتحقيق السلام والتسامح أو التعايش الإنساني في البحرين، وأهمها تنظيم البحرين لحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، وبترشين إعلان البحرين للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وإنشاء مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، إضافة إلى ترشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وتأسيس مركز الملك حمد للسلام السبراني، وبإطلاق برنامج الملك حمد للإيمان في القيادة، وتدشين وسام الملك حمد للتعايش السلمي. وكل هذه الإنجازات أو كل هذه المبادرات الملهمة تأتي بهدف تعزيز التسامح بين مختلف الديانات والمذاهب الإنسانية، وليسهموا جميعا في تعزيز السياسات والممارسات الهادفة لتعزيز السلام والتسامح الإنساني بالعالم. المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.